يا مصطفى، انت متهم بقتل عمد السيف عبد النبي مع سبق الاصرار، كان على اثر خلاف مالي بينك وبينه. لا، هو حضرتك كان واخد مني توك توك وما جابوش. ايه اللي حصل؟ حضرتك هو رفع القطر عليا وعايز يضربني الجيب، فانا خفت. انت رجعت البيت ورحت جبت سكينه من البيت؟ ايوه، كازلك وضربته بيه يعني. بس انا ما كانش قصدي يعني، ما كان ممكن تقعد في البيت ما ترجعلوش يعني، ما ترتكبش الجريمه. يا رب، بس كنت قاعد في البيت. ماشي. طلبات النيابه العامه، النيابه الظالم تطبيق مواد الالتهاب الاولى بامر الحاكم، انه بدون قصد للقتل. الدفاع اتفضل. بعد اذن معالي الوزير، الشاهد اللي هو اللي حضر الواقع من الاول فانها مشاجره عشان تلبس من عدالة المحكمه تعديل الوصف والفكر، اللي هي ماشيه لحد الصفحه 38 ضرب قبض الى نور، جت بعد اقوال ضابط الواقع اللي هو كريم بن عبد الله، اتقلبت لايه؟ قتل عمد سبق الاصرار على كلمتين وهو قالهم ان هي خلافات ماديه ما بينهم وبين بعض. اما القضيه ماشيه لحد الصفحه 38 في تحقيقات النيابه، توجيه ضربه قبض الى نور، وهي الحقيقه فعلا ان هو خد منه ده الشاهد ده حضر الواقعة والمشاجرة اللي كانت بينهم وبين بعض من أولها. هو الشاهد حسام كمال أحمد، اللي هو الشاهد التالي حسام، حسام كمال أحمد، حسام كمال أحمد، هو خد منه التوك توك على أساس إنه يقول له إيه؟ إن أنت تشتغل بالنهار، وأنا اللي قال له الدنيا ضايقة بيا وبتاع واديني إيه؟ أشتغل بيه. خد التوك توك. الشاهد الأول ده، الشاهد الأول، لا ده الشاهد الثالث اللي هو حضر الشاهد الأول والثاني. ده بالنسبة في قائمة أدلة الثبوت، ده الشاهد الأول حسام جمال أحمد أحمد جابر، هو ده بقى اللي حضر الواقع من الأول بدون الشاهد الثالث يعني. لا، هو الشاهد الأولاني كان أدم في النيابة، في تحقيقات النيابة، وقال الواقع كذا، وحضر شاهد الإثبات الأول. والله العظيم اشهد بالحق، اقسم بالله العظيم اشهد بالحق. سين كتبت البيانات. ما تفصيلات شهادتك؟ حضرتك انا الشارع دوت، انا متعود ان انا في فرن اصلا في اخر الشارع، فانا متعود ان انا كل يوم بمشي. الشارع اسمه شارع ايه؟ خضر مبروك. الشارع ده انت مقيم فيه؟ لا انا مش ممكن فيه، بس هو في فرن تعيش بلدي فيه، فانا على طول بنخش لازم كل يوم بخش اجيب منه فطار الصبح. الشارع محل ارتكاب الواقعه، في فرن عيش بلدي. ايوه حضرتك. وانا متعود اكون فيه. وبعدين بس حضرتك انا نازل اجيب فطار الصبح، معدي من الشارع. فانا كنت نازل اجيب فطار الصبح حوالي الساعة كام؟ حوالي الساعة 6:30 7 الصبح كده. وبعدين؟ بعدين معدي لقيت زعيم، طبعا احنا كلنا من منطقة واحدة عارفين، أنا عارف يعني مين اللي بيزعق، احنا منطقة قريبة من بعضيها فكلها عارفة بعض. دخلت فيه بس يا جدعان الحمد لله في زعوا مع بعض ليه مش عارف ايه، طبعا فوجدت مشادة، مشادة وخناقة بين الطرفين مصطفى وسيف، بين المتهم مصطفى حسنين والمجنى عليه سيف. سيف ما اعرفش اسمه سيف ايه. وبعدين؟ وبعدين حاولت على قد ما اقدر ان انا احوش ما بينهم، طبعا كان الشتيمه بقى. حاولت تدخل لفض تلك المشاجره؟ كان هنا ابتدوا الفاظ الشتيمه وكده، ف الا انهما استمر في تبادل الالفاظ بينهم والشتائم. بس عايز حضرتك على طول طلعوا السلاح، مصطفى كان ماسك سكينه والولد الثاني برضه كان ماسك حاجه في ايده. وبعدين طلعوا السلاح، مصطفى كان معاه سكينه. ايوه حضرتك. وبعدين والولد الثاني برضه مش عارف مصطفى ضربوا بيها يعني؟ ضربوا بيها يعني. وضرب سيف عبد النبي بيها. وبعدين
والتاني كان مع قطر برضه. والتاني المجن عليه كان مع قطر حضرتك، هو كان معاه حاجه في ايده بيهوش بيها، بس انا عشان برضه دي شهاده قدام ربنا. حاجه في ايده هي بالظبط ما اقدرش اعرف ايه هي. قوس شيل قطر دي لان قالها الدفاع مش الشاهد. برضه حضرتك انا عشان الشهاده قدام ربنا، هو كان ماسك حاجه صغيره يعني موس، حاجه صغيره، حاجه موس، هو كان في حاجه في ايده فعلا. وبعد كده ابتدت المشاجره ما بينهم، حاولت هل استعملها في الضرب ضد المتهم؟ هم هو اصلا الموضوع حضرتك بص يعني الضرب رد يعني. على السؤال لا هو الجيم لا هوشوا بعض لا اكتب ولم يحدث بها اصابه ولم يوجه بها سمت طعنات للمتهم او بعدين. بس حضرتك مصطفى طبعا من ساعة الشيطان هي ضربة واحدة، السكينة جت في جنبه، أول ما السكينة طلعت الواد وقع جنبي. طبعا أنا عمال ما بصيت عليه بقيت أصرخ، وأنا اللي صحيت الشارع حتى مكتوب حضرتك قدام كلمة برضه، أنا قلت الكلام ده إن أنا صرختي الواد بيموت الواد بيموت، الشارع صحي. فأنا قعدت أصوت وأقول الولد بيموت بعد أن تمت إصابته. سين هل كان المتهم في استطاعته موالاة الضرب للمجن عليه وتوجيه أكثر من تلك الضربة التي قررتها؟ كان المتهم يقدر يضربه أكثر من الضربة دي؟ لا وحضرتك أول ما طلع السكينة من جنبه والواد وقع، وأنا صرخت قلت الواد بيموت الواد بيموت، هو بعد كده ابتدى يجري. التمس عدالة المحكمة الموقرة التماس أقصى رأفة مع المتهم لزوايه وأهله وإيه وولاده، وشكرا لله المقرع عشان السماح اللي في اخر الجلسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسه لاحكام مصطفى حسنين ثابت حسنين. حكمت المحكمه حضوريا بمعاقبه مصطفى حسنين ثابت حسنين بالسجن المؤبد والزمته بالمصروفات الجنائيه. رفعت الجلسة.